الآن سننتقل إلى كلاس 2 من الدراجز اللي بدنا نتعرف عليهم، وهو جروب كبيرة وهي المسكنات الأنالجيزكس. طبعا أنا بيهمني إنكم تكونوا على دراية بجروب مهم جدا وهو النانسترويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، وهو يحتوي على أدوية كثيرة بيتم استخدامها على نطاق واسع، من الديكلوفين الفولتارين للسيلكوكسيب للبايروكسيكام. بغض النظر هذه الجروب سواء كانت كوكس 1 انهيبيتور او كوكس 2 انهيبيتور، وطبعا بفرقوا عن بعض في مين الادويه اللي لها تاثير على المعده سيء، وفي ادويه اقل ضرر على المعده طبعا. وفي الأمثلة اللي هي البسيطة والمشهورة لهذا الكلام برضو، اللي هو الأسبرين اللي هو الأسيتايل ساليسيليك أسيد، عندنا الأيبوبروفينات اللي هو التروفين والأيبوفين اتسترا، وطبعا الباراسيتامول اللي هو الأكامول اللي هو بيسموه الأمريكان الأسيتامينوفين. طبعا مع العلم انه في الأنالجيزيكس يعتبر الباراسيتامول للتنويه هو مش من النان استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، هو انالجيزيكس بسيط لوحده. بالنسبه للاوبويد انالجيزيكس اللي هي المسكنات اللي هي تصرف اندر كنترول لانها تعتبر مخدره وبتشتغل سنترالي على الدماغ، وممكن انها تعمل ديبندنس ادمان زي الكودائين زي المورفين زي الترامادول اتسترا طبعا. وفي جروب حطيناه لحال اللي هو يستخدم for the treatment of a chronic gout اللي هو علاج النقرس، وهو علاج شهير جدا وهو الالوبيورينول. والجروب الاخير اللي معنيين تكونوا على دراية فيهم هم الديمارتس. الديمارتس هذه هي drug modified agent used in rheumatoid disorder. طبعا موضوع الروماتويد هذا موضوع كبير جدا، ومرضى الروماتويد يعني الموضوع بياخد على اساس انه الكومبليكيشنز له بتاخد وقت، فهذا المرض ادفانسد مع الايام وممكن يصل الى مرحلة معقدة اذا ما كانش فيه علاج ومتابعة باستمرار له. أدويته كثيرة وحديثة، وفي بعض الأدوية منها الحديثة ممكن تصل إلى $4,000. لكن احنا خلينا نتكلم عن الأدوية اللي هي متوفرة hospitalized، والمريض بروح بياخدها في الأوقات المحددة لإله وباي فري as الكلوروكوين and as ميثوتروكسيت، وبتعمل نتائج طيبة جدا. طبعا البلاكوانيل كان في وقت من الاوقات من الادوية اللي هو الكلوروكوين اشتغلوا انه بيكون له تأثير جيد على كورونا، ومن الادوية اللي تستخدم لهذا المجال، الا انه بعد هيك يعني لم يستمر الحديث في هذا الموضوع كتير، وقالوا لا في حاجات تانية الان يعني هي اللي ممكن تكون ناجعة له اتسترا ما علينا. الآن الجروب الثالث اللي هو الأنتي أليرجيك دراجز. طبعا موضوع الحساسية من المواضيع الشائعة، والأنتي أليرجيك دراجز جروب كبير جدا. طبعا من الأدوية اللي تستخدم في هذا المزمار اللي هو الكلورفينيرامين مليات، وطبعا في عنا الأدرينالين برضو، وفي عنا مجموعة الكورتيزونات بشكل عام لها تأثير أنتي أليرجيك كويس. في المايلد بوتنت كورتيزون زي الهيدروكورتيزون، وفي الاكثر بوتنسي اللي هو زي البريدنيزولون، وفي المور بوتنت كورتيزون اللي هو الديكسا ميثازون. وطبعا الانتي اليرجيك دراجز جروب كبير جدا، فممكن نلاقي برضو السيتيريزين، ممكن نلاقي اللوراتيدين ومجموعات كبيرة جدا. لكن طبعا احنا مش بصدد ناخذ كل الادوية اللي لها انتي اليرجيك دراجز، لكن نكتفي انكم تعرفوا الجروبز هذه اللي امامكم.
طبعا. والجزئيه الثانيه اللي هي الانتي دوت، كثير ادويه بنسمع انه هذه انتي دوت، ايش يعني؟ يعني بدها توقف ايش التسمم او مضاد لتسمم بدواء ما. اذا انا واصل انه في تسمم من شيء معين وانا مش قادر احدد هذا الشيء، فبالتالي انا عندي non specific poisoning، فبدي اتعامل معاه ب non specific antidote الا وهو الاكتيفيتد كاركول باودر، وهو افايلبل في اي مستشفى على اساس يتعاملوا مع اي حاله بتيجي. اما اذا كان المريض جاي ومعروف المشكله عنده جاي من ايش، فمثلا في ناس بطريقه الخطا ممكن ياخذ كميه كبيره من الباراسيتامول فتوصل لمرحله التوك سيسيتي. طبعا في علاج هو النيكولوتيك دراجز اسمه اسيتايل سيستين، هو سبيسيفيك انتيدوت لهذا الباراسيتامول. كذلك الاوبويدز، ولانه في مس يوز كثير الها، وانه في الناس ممكن ياخذوها بجرعات قد تصل بهم الى مرحله التوكسيسيتي، فلازم ياخذوا انتاجونست لهذا الاوبويدز. فايش هو السبيسيفيك انتيدوت لهم؟ اللي هو النالوكسان. كذلك لو صار في توكسيسيتي بمغنيسيوم سلفيت، طبعا مغنيسيوم يبقى اكيد الانتيدوت السبيسيفيك انتيدوت لهم حيكون الكالسيوم جلوكونيت. طبعا احنا في مش في صدد انه نذكر كل السبيسيفيك انتيدوتس، لكن اجمالا هذول الثلاثه يعني مشهور التوكسيسيتي انها تصير في الحاجات هذه من باراسيتامول او من اوبويد. فبالتالي لو كنا عارفين الانتيدوت لهم فهذا الشيء بيكون رائع. ننتقل الى الانتيكونفالزانس. انتيكونفالزانس يعني الادوية المضادة للتشنجات. طبعا عملية التشنج ممكن نشوفها احنا في نطاق واسع عند مجموعة كبيرة من الناس، وطبعا من الادوية الشهيرة لذلك هي الكاربامازيبين والفينيتوين والديازيبام. فكتير من الاطفال لما بيروح بعمليه كونفالجن على العياده، انه في طفل كونفالجن ومعه حمله ام ورايحه فيه على اي مستوصف، طبعا التعامل الاول بيكون انه يعطوه تحميله الديازيبام. طبعا هذه بتضيع تقريبا الكونفالجن اللي عنده، وبعد هيك الطبيب بيقدر يتعامل مع الحاله. طيب كتير بنشوف انه النساء الحوامل ممكن يكونوا داخلين في مشكلة الإكلامبسيا والسيفير بري إكلامبسيا. هذه الظواهر المرضية عند هذه النساء الحوامل ما بستطيع انا اعطيهم علاجات تانية، وبيكونش امامي الا حاجة هوسبيتال يوز اونلي، الا وهي المغنيسيوم سلفيت. والمغنيسيوم سلفيت تؤدي نتيجة رائعة لهدول الحوامل اللي بيعانوا من الإكلامسيا أو السيفير بري إكلامسيا. طبعا هل بقدر استخدم المغنيسيوم سلفيت لعلاج كونفالزانس لمرضى تانيين؟ لا، إذا هي not for other convulsions disorder، بس للإكلامسيا والسيفير بري إكلامسيا.